إذن مشاهدي الكرام، مشتاقين شفتي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر بالضبط مدينة الدار البيضاء. يعني كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام، تفشي ظاهرة التسول بالشوارع الكبرى للعاصمة الاقتصادية. أمهات وشباب يعني كيتسولوا هنايا في شوارع العاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء وبالضبط في منطقة عين دياب. يا الله، يعني الدائرة ديريكترات هنايا في هاد المنطقة هادي، خصوصا في الفيروجات. في الفيروجات الدائرة هادي اللي كترات بزاف. ممكن تلقاو السيارات. شكرا. Thank you.